خلال لقائه وزيري خارجية فلسطين والأردن، الرئيس السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية. اللواء عباس كامل يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي وينقل رسالة دعم من الرئيس السيسي للشعب الليبي. وزارة الصحة تعلن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية استهلناها بالإيجاز. وإلى التفاصيل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة المشروع القومي لتطوير الألف قرية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وفي لقاء آخر مع وزيري الخارجية الأردني والفلسطيني بحضور الوزير سامح شكري، أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبة للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة. وقد شهد الاجتماع استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار 3 مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز متطورة لتجميع الألبان. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية. وقد أكد السيد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددا سيادته على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، آخذا في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة،
ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود. من جانبهما أعرب المسؤولان الأردني والفلسطيني عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين كافة الأطراف إزاء مختلف الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات الثنائية، وكذا متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني. كما طالب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس. أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والفلسطيني في القاهرة. اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة، والهدف كسر جمود عملية السلام في الشرق الأوسط والإسراع بالعودة لطاولة المفاوضات في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. وهذا ما أكده وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباحثات. الهدف الأسمى الذي نسعى إليه هو التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، يعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وينشئ دولته المستقلة على أرض عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونحن عازمون على المضي على هذا الطريق، وإن اجتماعنا اليوم لهو دليل على الأهمية الكبرى التي تحظى بها القضية الفلسطينية على سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية. الجانب الأردني أدان بشدة الخطوات الإسرائيلية الهادفة لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية. ثمة إجراءات إسرائيلية لا شرعية على الأرض تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين طريقه الوحيد. المستوطنات، بنائها، توسعتها، هدم البيوت، ضم الأراضي، الانتهاكات في المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، كلها قضايا وكلها إجراءات إسرائيلية لا شرعية خطرة تقوض كل فرص تحقيق السلام. يأتي هذا فيما طالب الجانب الفلسطيني المجتمع الدولي بمزيد من الإجراءات للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. نحن نعتبر بأن التنسيق الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني مهم جدا، هو نقطة ارتكاز بالنسبة لنا ويؤسس لانطلاقة على المستوى العربي ومنه إلى المستوى الدولي وفي التعاطي مع الإدارة الأمريكية الجديدة. أيضا فيما يتعلق بإعادة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي على أثر تقديم إسرائيل ولأول مرة رسالة تؤكد التزامهم بكافة الاتفاقيات الموقعة فيما بيننا. وأيضا نحن لا يجب أن نغفل واقع التطبيع العربي وانعكاساته وطبيعة العلاقات العربية. المباحثات الثلاثية ثمنت الدور المصري في القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، وكذلك نوقشت خلال المباحثات التحركات العملية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة على المستويات كافة.
إذن وبحسب المراقبين فإن هذا الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يأتي كخطوة جادة في طريق ما يزال شائكا للبحث عن سلام في الشرق الأوسط، سلام تهدده مصالح إقليمية ودولية تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب حتى وإن جاءت على حساب شعب يحارب من أجل قضيته الأبدية. من وزارة الخارجية، شريف رضوان، النيل. قام السيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة بزيارة إلى مدينة بنغازي الليبية موفدا من رئيس الجمهورية، حيث نقل رسالة دعم وتأييد من سيادته للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها. والتقى رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، حيث بحث الجانبان عددا من الموضوعات محل الاهتمام، وأكد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 والتي أسفرت عن تثبيت ووقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا. تتابع وزارة الخارجية عن كثب موقف 17 صيادا مصريا جرى توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية. وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقع. تنظم الدولة احتفالية عالمية بمناسبة خروج موكب المومياوات الملكية، ومن المقرر نقل 22 مومياواء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بمتحف الحضارة. مزيد من المتابعة انضم إلينا من المتحف المصري بالتحرير مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية، مزيد من التفاصيل لديك عن هذا الأمر. بالفعل محمد، برحب بك من المتحف المصري بالتحرير. يعني هناك استعدادات كبيرة جدا تتم داخل المتحف المصري بالتحرير استعدادا للموكب المهيب الذي سوف يتم نقل فيه نحو 22 مومياء ملكية، منها 4 ملكات من قاعة المومياوات هنا بالمتحف المصري بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بمتحف الحضارة. يعني الاستعدادات تمت من خلال عمل بعض الترميمات لهذه المومياوات ووضعها في كبسولات هوائية، وأيضا إجراء بعض يعني عمليات التوثيق والتصوير الأثري لتلك يعني المومياوات. هناك أيضا استعدادات تتم خارج المتحف في الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة في ميدان التحرير وأيضا على طريق الكورنيش بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة. أما هنا في المتحف المصري بالتحرير أيضا هناك إجراء وتغيير لسيناريو العرض المتحفي في متحف التحرير، حيث أكدت وزارة السياحة والآثار أن هذا المتحف لن يموت وأن سوف يكون هناك بعض القطع الأثرية الفريدة من نوعها التي سوف تحل محل يعني المومياوات الملكية، منها 50 تابوت سوف يتم عرضهم في قاعة المومياوات الملكية. للحديث أكثر حول تفاصيل الاستعدادات لموكب المومياوات الملكية مع الهواء مباشرة الأستاذ منصور سالم وهو أمين المتحف المصري بالتحرير. أستاذ منصور، برحب بحضرتك، عايزين نعرف إيه الاستعدادات اللي بتتم على أرض الواقع قبيل النقل للمومياوات الملكية. أهلا بحضراتكم بالمتحف المصري. طبعا في البداية أحب أطمن المشاهدين إن إحنا جاهزين في المتحف المصري بالنسبة للمومياوات الملكية اللي هتنقل إلى المتحف القومي للحضارة. من ناحية الترميم هي ترممت فعلا على أعلى مستوى تحت أيدي أخصائيين ترميم من وزارة الآثار ومن تحت إشراف وزارة السياحة والآثار. بالنسبة لل 22 مومياوات هم جاهزين دلوقتي محطوطين في كبسولات هوائية كما أنت ذكرت بالضبط. وطبعا بالنسبة للتوابيت الخشبية المؤقتة هي محطوطة فيها دلوقتي، وإن شاء الله بالنسبة للمتحف المصري بالنسبة للمداخل والمخارج للمتحف المصري احنا جاهزين الحمد لله بالنسبة للبوابات.
وبالنسبة لتزيين الموكب احنا جاهزين ان شاء الله، ده كله تحت اشراف وزارة السياحة والاثار. طب انا عرفت ان التوابيت الاصلية الخاصة بهذه المومياوات تم نقلها بالفعل لمتحف الحضارة اللي هي هتستقبل المومياوات اللي هيتم نقلها قريبا يعني. تمام، بالنسبة للتوابيت الملكية التوابيت الخشبية طبعا ان شاء الله تعرض بالمتحف القومي للحضارة عشان توحي بالفكرة بالنسبة للمومياوات وعملية الدفن بالنسبة للحضارة المصرية القديمة. طبعا بالنسبة للمومياوات الملكية ال 22 مومياوات اللي هتنقل ان شاء الله في القريب العاجل بإذن الله، وتكون يعني حدث كبير يشهد عليه العالم كله بإذن الله، ويكون رد فعل للشعب المصري ورد فعل خير للشعب المصري إن شاء الله. احنا طبعا احنا بنقولها تاني ان احنا جاهزين، المومياوات جاهزة دلوقتي للنقل، طبعا احنا استعداداتنا جاهزة بكل الأشياء وكل الطرق، وان شاء الله يكون حدث كبير جدا ان شاء الله في مصر وفي العالم كله. ايه اللي هيعوض القطع اللي هيتم نقلها سواء مجموعه توت عنخ امون اللي هتروح المتحف الكبير وايضا المومياوات اللي هيتم نقلها لمتحف الحضاره؟ والله احب اطمن حضرتك ان المتحف المصري يعتبر خزنه للاثار المصريه، احنا عندنا عدد كبير جدا من الاثار من عند افتتاح المتحف المصري في القرن اول القرن 19، عندنا البدروم بيحتوي قطعه جميله جدا وفنيه وفريده لأول مرة هتظهر إن شاء الله بعد خروج آثار الملك توت عنخ آمون وبعد خروج المومياوات الملكية. إن شاء الله سيناريوهات العرض هتختلف بإذن الله بالنسبة للمتحف المصري. طبعا المتحف المصري هيبرز أهم القطع الفنية اللي موجودة في البدروم واللي موجودة في الفترين، والسيناريو هيتغير بالنسبة للفكرة والموضوع. زي مثلا مجموعة يو تو عرفت إن هي هتحل محل توت عنخ آمون ولا؟ تمام، بالنسبة ليو سويا طبعا هي من أجمل المجموعات للأفراد في عصر الدولة الحديثة، طبعا الحاجات دي هي معروضة فعلا في الطرقة الغربية في الدور الأول، عفوا الطرقة الشرقية في الدور الأول في المتحف المصري، طبعا ما فيش أي مشكلة منها، هي معروضة فعلا والسنة العرض بتاعها موجود، وطبعا هي معروضة بالنسبة للسائح بيتفرج عليها وبيستمتع بيها، دي جزء بس، انما في 50 تابوت يا فندم اللي اتحطوا في قاعة المومياوات الملكية. تمام، بالنسبة لل 50 تابوت بالنسبة لقاعات المومياوات الملكية، طبعا احنا التابوت ديت بتدي فكرة عن الموكب الجنائزي وترتيب المواكب الجنائزية، بندي فكرة بالنسبة للقاعات اللي هي بتحل العرض بتاعها بيحل عن المومياوات، بندي فكرة عفوا للسائح ازاي ان المصري القديم كان بيتم موكب جنائزي ازاي ليه، طبعا وكل الاثار المتعلقه بالمواكب الجنائزيه هتعرض في قاعات المومياوات ان شاء الله. تمام، بشكر حضرتك جدا الاستاذ منصور سالم وهو الامين الاثري بالمتحف المصري بالتحرير. يعني محمد زي ما احنا شايفين السياح موجودين هنا في المتحف بشكل كبير، هناك عدد كبير من الزوار، يعني احنا عارفين في جائحه كورونا يعني بتنتشر في العالم كله، الا ان الاثار المصريه والسياحه المصريه ما زالت يعني تحتفظ بقيمتها، وايضا ما زال يعني السياح ياتون الى كافه المواقع والمتاحف الاثريه. نحن نتحدث في المتحف المصري في التحرير عن 220 ألف قطعة أثرية، منهم 100 ألف قطعة أثرية معروضة، إذن نتحدث عن أن هذا المتحف لن يموت، سوف يكون هناك قطع ماستر بيس، قطع فريدة من نوعها سوف يتم وضعها في هذا المتحف بعد يعني نقل القطع الهامة مثل مجموعة توت عنخ آمون الفرعون الذهبي وأيضا المومياوات الملكية، وأيضا يعني تجرى الاستعدادات الآن وتم وضع 50 تابوت منهم 17 تابوت يعرضون لأول مرة في قاعة المومياوات الملكية. شكرا لك يا أشرف ولضيفك الكريم أشرف مبارك، كنت معنا عبر هواي مباشرة من المتحف المصري بالتحرير، أشكرك جزيل الشكر. أعلنت وزارة الصحة خروج 324 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد إتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ما يزيد عن 100,000 حالة. وأوضح دكتور خالد مجاهد المستشار وزيرة الصحة والمتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبت إيجابية تحليلها للفيروس ووفاة 28 حالة.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 124 و891 حالة إصابة و 7069 حالة وفاة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد للملايين من المقيمين في لندن وجنوب غرب إنجلترا بعد تأكيد العلماء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد قادرة على الانتشار بشكل أسرع. وسط موجة عارمة من انتشار فيروس كورونا، ما زالت أوروبا المنطقة التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بأكثر من 21 مليون حالة. في بريطانيا خطف الفيروس فرحة المواطنين للاحتفال بالكريسماس، خاصة مع إعلان بوريس جونسون رئيس الحكومة إعادة فرض قيود الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا مع انتشار سلالة جديدة من الفيروس. اعتبرت الحكومة أنها على الرغم من انتقالها بسهولة أكبر، إلا أنها لم تستعصي بعد على اللقاح المضاد. First of all, just say to everybody who's made plans for. دعوني قبل أي شيء أن أقول لمن اتخذ ترتيبات للاحتفال بالكريسماس، نحن بالتأكيد نأسف عن ما تم من تغييرات. يجب أن أقول لكم بمنتهى الأسف إن المواطنين الذين يقيمون في جميع مناطق البلاد لا يجب أن يختلطوا في الكريسماس بأي شخص خارج منازلهم. ووسط مؤشرات بتسجيل معدل الإصابة اليومية أكثر من 27 ألف إصابة، وفي رد فعل رافض للقيود الجديدة، شكل الرافضون مسيرات احتجاجية أمام مقر البرلمان البريطاني دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات. ولن يصبح الكريسماس في إيطاليا أحسن حالا من بريطانيا، فالبلدان يعدان أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة كورونا. لذا قررت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي إعادة قيود الحجر الصحي خلال الأعياد، ولقيت القيود تفهما من بعض الإيطاليين. في تقديري الشخصي قيود الإغلاق صحيحة وفقا لما نواجهه من ظروف انتشار فيروس كورونا. بالطبع لا أعرف ما الذي كنت سأفعله لو كنت صاحب مشروع تجاري. وفي فرنسا التي طال فيروس كورونا رئيسها إيمانويل ماكرون في قلب الإليزي، سجلت أكثر من 17 ألف إصابة يومية بالفيروس، وتتخذ الحكومة ترتيباتها لبدء حملة تطعيمات عامة باللقاح. وفقا لإرشادات وكالة الأدوية الأوروبية، تعمل السلطات الصحية في فرنسا على تنظيم استخدام اللقاح لنبدأ رسميا حملة التطعيمات في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ثم نكثف التطعيمات في مستهل الشهر المقبل. ومع بدء حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، يترقب الأوروبيون أملا في نهاية النفق. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قال جنرال جوستاف بيرنا إن شركة مودرنا تواصل توزيع لقاح كورونا، وأنه من المتوقع أن تصل الشحنات إلى ما يزيد على 3700 موقع. ثاني لقاح لكوفيد 19 في غضون أسبوع واحد، تعلن الولايات المتحدة عن منحه الموافقة لبدء توزيعه. لقاح موديرنا وصل بالفعل إلى عدة نقاط ومراكز توزيع في أرجاء الولايات المتحدة، حسب ما قال المسؤول الحكومي عن عمليات توزيع لقاحات كوفيد 19. توزيع لقاح موديرنا بدأ بالفعل للشركة التي تتولى عملية التوزيع، وفي مراكز شركة التوزيع تجري عملية تعبئة وتحميل الصناديق لتبدأ الشاحنات في نقل اللقاح والأدوات المساعدة للشعب الأمريكي في أنحاء الولايات المتحدة. كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت منح ترخيص طارئ لاستعمال اللقاح عقب أسبوع من إجازتها للقاح فايزر بايو إنتك. يتميز لقاح موديرنا بإمكانية تخزينه في درجة حرارة أقل من 20 درجة تحت الصفر، وتلك كانت وما زالت إحدى العقبات الأساسية التي يواجهها لقاح فايزر بايو إنتك الذي يخزن في درجة حرارة تقل عن 70 درجة مئوية تحت الصفر، والتي تتجاوز قدرات أجهزة التبريد العادية، ما أجبر موديرنا على تطوير حاويات خاصة لنقلها.
وأشار جوس بيرنا إلى أن شروط الحفاظ على لقاح موديرنا تمنح السلطات المحلية مرونة للاستجابة إلى احتياجات المناطق النائية. لقاح موديرنا يمكن شحنه وتخزينه في درجة التجميد العادية ويخزن في حاويات تسع كل منها 100 جرعة، وهو ما يسمح بمرونة في دعم المناطق التي يصعب الوصول إليها. وكشف المسؤول أن الحكومة تتوقع توزيع 20 مليون جرعة لقاح قبل نهاية العام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن تتوافر اللقاحات على نطاق واسع لتغطية الطلب. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار سيارات مفخخة في العاصمة كابول. وذكر مصدر يعمل في قطاع الأمن أن السيارات انفجرت في غرب العاصمة. يأتي الحادث وسط ارتفاع حاد في أعمال العنف في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لإنهاء عقود من الصراعات من خلال حل سياسي. وختاما تذكرة بأبرز العناوين. خلال لقائه وزيري خارجية فلسطين والأردن الرئيس السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية. اللواء عباس كامل يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي وينقل رسالة دعم من الرئيس السيسي للشعب الليبي. وزارة الصحة تعلن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة. نهاية النشرة، بعد قليل قراءة في أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. ابقوا معنا.